فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واللباس ايها الاحبه له اثره على اخلاق الانسان فاللباس وان كان امرا يتعلق بمظهر الانسان غير ان له اثرا عميقا في مخبره فهو يؤثر على سيرته وخلقه وأحواله النفسية وحيائه فإن من اللباس ما يغرس في النفوس بذور الكبر والبطر والخيلاء ومنه ما يغرس العكس من التواضع وحسن الخلق مع الناس ومن اللباس ما يزرع حسن الخلق ولا سيما الحياء في نفس صاحبه ومنه ما يذهب الحياء ويقضي عليه وهكذا في سائر الأخلاق كما أن الملبس الحرام له اثره في حياه الانسان بل حتى في عمله بل حتى في دعائه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك كما عند مسلم في الصحيح